بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث أن برنامجنا اليوم مخصص لسن الحقائق، وعبر جائزة اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة نتواصل لأيضا انطلاقاتنا في هذا الموسم، وسباقنا 11 في مجموعة الانطلاقات هذا الموسم. تنطلق أيضا أول الأشواط لسن الحقائق 3 كيلومترات، هكذا الانطلاق وهكذا الإثارة في هذا الصباح. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول، وتتقدم في هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول بلقى، أيضا شقراء أو ظبي، الظبي تتقدم مع المركز الأول، أيضا هناك سهيل بالكندي الشامسي يقدم الظبي مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني شاهنية وسعيد بن سالم بن راشد الدرعي خذت المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم وتأتي أيضا هناك اشتعال، سالم بن محمد أبو ثم العامري قدم اشتعال مع المركز الثالث. المركز الرابع تأتي في هذه اللحظات وتتقدم بهجة مهير بن سعيد بن سالم بن رشا الشامسي خذت المركز الرابع. المركز الخامس أتت في هذه اللحظات وتقدمت اللي هي أيضا نهابة حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، يأتي بدوره مع نهابة خاطفة للمركز الخامس. هكذا ندانا للمراكز الخمسة الأوائل، ولقطتنا مستمرة لهذه الشعارات التي انضمت في هذا المسار وبهذا الابداع المستمر. اول الاشواط، اول التحديات الاولى في هذا الصباح وبهذا الابداع المستمر، ولا زالت اللي غيرت على الصدارة وعلى المركز الاول الشاهينية سعيد بن سالم بن راشد الدرعي، تسللت الى راس حربة هذا الشوط بعدما ذكرناها بالمركز الثاني، غيرت الامور مع الصدارة ومع المركز الاول. بينما المركز الثاني تتقدم ايضا وتاتي كذلك ايضا نهابه مع المركز الثاني. حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي ياتي بدوره مع نهابه خاطفه للمركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه ايضا الاثاره المستمره. المركز الثالث وصول من خلال تواجد الشاهنيه وعبد الله بن سهيل بن سالم العامري يقدم كذلك الشاهنيه على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصول من اشتعال وسالم بن محمد بوثم العامري قدم اشتعال مع المركز الرابع. المركز الخامس ايضا تتقدم وتاتي بهجه مهير بن سعيد بن سالم الرغش الشامسي ياتي بدوره كذلك مع المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره. بدينا مع ايضا الامتار الاخيره والكيلو المتر الاخير في هذه اللحظات وبهذه ايضا التحديات ما بين هذه الشعارات لابن القبائل التي حضرت في هذا الانطلاق الأول الصباحي، لكن اللي غيرت على مقدمة الشوط، اللي غيرت على المركز الأول في هذه اللحظات. أيضا هناك مشاهد الكرام نهابه، وكذلك أيضا تاتي الشاهنية عبد الله بن سهيل بن سالم العامري ياتي كذلك بدوره، وكذلك أيضا هناك الدرعي من الطرف الآخر في هذه اللحظات. اشتعال سالم بن محمد بوثم العامري ياتي كذلك بدوره مع المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم وتاتي كذلك بهجة مهير بن سالم برغش الشامسي مهير بن سعيد بن سالم الرغش الشامسي اتت ايضا كذلك بدورها مع المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره. لكن بعود على مقدمه الشوط مع المركز الاول تتقدم في هذه اللحظات وبهذه الاثاره، لكن بن رغش غير الامور مع المركز الاول، غير الامور في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه بهجة على مقدمة الشوط، بهجة على المركز الأول مهير بن سعيد بن سالم بن رغش الشامسي يتقدم مع المركز الأول بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر. فتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عند راشد، المركز الثالث عند بن هيل، المركز الرابع عند رعي، والمركز الخامس
أتت وانضمت مشاهد الكرام مع اللحظات الأخيرة اللي هي اشتعال سالم بن محمد بوثام العامري. هذه هي نتائجنا، هذا هو توقيتنا الزمني، 4:38 تهارينا وناموس. نبعث لمالك بهجة مهير بن سعيد بن سالم بن رغش الشامسي.